السوداني حينما علم لأول مرة أن هناك وحدة للاغتصاب. شوف التفاهة والانحطاط وصلت يا درجة، في وحدة في الاغتصاب داخل جهاز الأمن، ولاحظ جهاز الأمن ده مرر قانون الشيوعيين والحركة الشعبية في البرلمان بتاع 2005 عشان ما تجوا تتنططوا، مررت القانون بتاع جهاز الأمن ده كحركة شعبية وبيتفهتوا وساختوا، وبعد ذاك لما يجوا يغتصبوا بيغتصبوا منه عضويتكم، بيغتصبوا عضويتكم وبينتهكوا حقوق عضويتكم. ده عشان يفهموا القطيعة في الأحزاب، يفهموا أنه الناس زي بيديروا المسائل كيف. القيادات المترهلة، القيادات المتكلسة البليدة القاعدة دي انتوا راضين تمشوا في 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 خطاها، دي قيادات فاشلة، ودليل على فشلها وصول كل السنين دي وما عندها خبرة ولا عندها حنكة ولسه عميلة، بل تجي تستسلم لميليشي، لميليشي تستسلم لمجرمين وتقنعك انت ضعض الحزب انه ده الصح ودي السياسة، زي ما بتاعنا الحركات اللسع بتاع عبد الواحد لما حميتيه تبادل الطلبة الشغلانة فيها شغل ذهب، عبد الواحد وحميتيه يجي يقول لك دي السياسة، يقنعوا ناس انه دي السياسة، لكن مستر نو يقعد هنا يقول لهم لا. ده الشغل بتاع القطيع الشغالين في الناس في الشعب السوداني عشان يفرغوا من مضمونه، طبعا نجحوا لحد بعيد، حتى تلقى صغار الحركات انتهازيين، يعني شفنا الانتهازية والغزارة من الشباب الصغار أبناء دارفور هنا سواء كان في اليو إن أو في غيره، شفنا الانتهازية والغزارة وكيف بيبيعوا بعض وكيف يتصارعوا مع بعض المصالح الشخصية وكيف يتساموا في العمالة. ده غريب لما نحن بنتكلم، لكن لقوا وين؟ لقوا من القيادات وفهموهم أن دي سياسة. ما سياسة يا أخي، ثروة سنام سياسة في الدنيا دي كلها أم مصلحة الوطن تاني نمبر المصلحة الثانية. شوف المبرر بتاع نعمات لما طبعا أشي طبيعي ناس حكموا عليهم بالإعدام يعملوا استئناف، قالت محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام، تاني عملوا المحكمة العليا، المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام، فقالت حكم الإعدام ده ما بتنفذ إلا المحكمة الدستورية. طيب احنا بنعرف القضاء في السودان، المحكمة الدستورية علاقتها شنو بتنفيذ حكم الإعدام؟ يا ريت لو في محامي أو ده قانون يكون خطه في الوثيقة عشان يضمنوا يا جماعة البراءة للناس ديلك ما يتكلموا، لانه انت بتلاحظ المتهمين بتاعين الكيزان في المكان الهزليه اللي قاعد تدعم لهم ويهين فيها امثال الطيب سيخه او غيره، قرار بسيط ده لو قاضي عادل اول حاجه الفوضى اللي قاعد تحصل في محاكمه عمر البشير دي طبعا ما حيحاكموا زول، دي فوضى دي، والقاضي ما عنده ذاته القوه والشده. الطيب سيخة ده زول شيله ودي له دكتور شنو جاي في المحكمة يستعرض ويعمل لك قتل الناس، قتلوا علي فضل دقوا له مسمار في راسه، الشهيد الدكتور علي فضل نغيب الأطباء السودانيين دق له مسمار في راسه هسه عامل فيها مجنون، ودي له دكتور شنو جاي بالليلة متهمين لابسين عمام وجلاليبهم. فبتقول لك أن حكم الإعدام ده إلا الصادق عليه شنو. طبعا القوانين دي شوف الوثيقة دي اللي لعبوا فيها أتفه نفرين، ساطع الحاج أنا بقوله بمنتهى ساطع الحاج من أتفه الناس، لأنه ده الحزب الناصري عشان نحن ما أنا مع احترامي أتفه الناس في شنو، لأنه كوز بالدس وعامل فيها ناصري وزبطوه كثير أنه مع الكيزان خط الوثيقة دي البمنع شو أنه الناس اللي عدلوا القانون وبقى أن حكم الإعدام اللي توافق عليه المحكمة الدستورية، والكيزان عارفين أي أقل عقوبة لأقل واحد فيهم الإعدام، ما في كوس كده، أقل كوس أقل عقوبة بالنسبة له الإعدام. يبقى هل غيروا القوانين في الوثيقة اللي هي قال وزير العدل لقى ثلاثة وسائق؟ هل يا وزير العدل حكم الإعدام يجب أن توافق عليه المحكمة الدستورية؟ ده سؤال. هل يا قانونيين في السودان في كلام زي ده؟ كان ما في كلام زي ده،
ما في حاجة اسمها حكم الإعدام بتصادق عليه المحكمة الدستورية، الله أعلم. دي حاجة خدتوها يا نعمات يا خدت ابتسام سنهوري أجابوها في كوباية شاي وزاغت. وين ابتسام سنهوري؟ وين ساطع الحاج؟ أين هؤلاء المجرمين؟ لو أردنا محاسبتهم كشعب سوداني أراد محاسبتهم بالتزوير في وثيقة بالله ميثاق بتاع ثورة سودانية. يبقى الميثاق ده بالمناسبة الآن مسيطرين عليهم اللي هم دول المحور، وإلا ما ممكن الوثيقة دي كل يوم تظهر فيها حاجة جديدة. ليه؟ لأنه يا جماعة أن إحنا ناسنا الموجودين هنا قاعدين عبارة عن إمعات ما عندهم هدف غير إرضاء دول المحور. دول المحور مستفيدة من ثرواتنا، وحتى تغيير العملة الآن إحنا ظللنا ننادي بيه يا جماعة العملة السودانية تطبع. ما يقول لك صلاح غوش قاعد يطبع العملة، وهنا هم عارفين اللي بيطبع منه. ما تقول لي صلاح غوش، أها قبل صلاح غوش ده يجي مصر هنا كان بيطبع العملة السودانية وبيتخش السودان منه؟ ها ده سؤال. والعملة السودانية اللي بتجي من أريتريا وقبضوا كم حال يا أخي، بيحكوا لك مرات يعني حاجات مؤسفة بيحكوها لك الشباب اللي في الجيش أو اللي بيقعدوا في الحدود دي. قدر ما يجتهدوا يعملوا حاجة. تاني حاجة الآن يا جماعة بيفرغ الشعب السوداني، بيهرب الشعب السوداني منه بر السودان، والبيدمر الشعب السوداني بالمخدرات منه. حميتين ماسك الملفات بيدخل المخدرات، والطيران بينزل وين؟ في القواعد الجوية في قاعدة وادي سيدنا مسيطر على حميتي. والكلام ده قلته في لايفات زمان يا جماعة، بيجيب المخدرات في الطيران بتنزل ولا في زول بيسأله من حيجي حاكم حميتي؟ ده سؤال. قالوا بعدين نحن والله القانون حنحاكم حميتي. انت حميتي هسه حصنته حتحاكموا بياته قانون؟ ورونا قانون ده وين؟ ده كله يا جماعة عشان ما تاخذك الكذب. وتاني دار اقول لكم حاجة، السوشيال ميديا يا جماعة ما كل الناس اللي بيكتبوا ده سودانيين. في مصر هنا دي مجندين ناس غرف بتصرف عليهم الامارات وتصرف عليهم السعودية وتصرفوا عليهم عشان يرخموا الشعب السوداني في الفيسبوك بقضايا هايفة وتافهة ويخدعوه ويخدروه، لانه خلاص الخوف فضل لهم خطوة ويسيطروا على الدولة السودانية وعلى الشعب السوداني للأبد. دي حقيقة مرة، لانه لقوا الشعب ده فاشل في إدارة دولته، لقوا سياسين فاشلين في إدارة الدولة. ما عندهم مشروع بتاع دولة أو مشروع بتاع وطن، عندهم مشروع بتاع بطون بتاع حزيبات وحريكات. عشان كده يا جماعة ثبتوا لهم الحقوق دي. الشعب بيقوا عدوم الشعب. الشعب ده نحن حنقضي عليه كيف؟ الشعب ده حنقضي عليه بنجوعه بالجوع، ما نوفر له حقنة ملاريا. حقنة ملاريا الفلفل امدادات تطلع تمشي تشات لأريتريا، عشان ديل الشعوب الحجيبهم يخلوهم في السودان ويشردوا الشعب السوداني. شبابنا أولادنا هنا ده بيجوا بالبصار عشان يكونوا عمالة رخيصة ما عنده أي هناي، عمالة شعب لاجي مهاجر، شعب هارب من بلده، ويجوا الأجانب يستمتعوا في بلده ويستمتعوا بثرواته ويستمتعوا بامتيازاته ويستمتعوا بسيادته. ده كله بسبب سياسيين سفلة ما عندهم أخلاق، كبار سن مجرمين دين ما بيخافوا الله. يعني ناس الصادق المهدي والهطل اللي اسمه محمد عثمان المرغني وما عارف ناس صديق يوسف والخطيب، قدر ما احترمناكم وقلنا وسنهوري وغيره، قدر ما قلنا نحترمكم ما خليتوا لنا ما احترمكم منه. وين الأخلاق؟ وين المفر؟ وين المفر من عدالة السماء؟ وين المفر من الموت؟ في شنو بيخليكم انه تتمسكوا كده؟ في شنو ما تطلعوا اكشفوا الاوراق؟ ولا اي واحد خايف على بطحته؟ اي واحد ماسك للتاني زله وجميعكم يمسك عليكم زله، هذا الرجل المجرم اللي اسمه صلاح غوش والمجرم اللي اسمه حميتي والمجرم اللي اسمه برهان. اطلعوا
تاني بيتين وين هي وطنيتكم دي ليه بيتين؟ نضالكم ده عمل لنا شنو؟ ما أدى لناتج حقيقي. حتى نضالكم القعدة تناضلوا ومن زمن دخول المستعمر نهايته بدل مستعمر إنجليزي الآن مستعمر عربي نهايته خلاص دي ذروة سنام نضالكم ده. إذا الناس بتدافع عن هذه الأحزاب وعن مواقفها ما عندها مواقف في هذه الثورة وفيما يدور في الدولة السودانية الآن وما يتعرض له الأمن القومي السوداني من تجريف. يا راجل في أجانب ماسكين أمن السودان يا بهايم، استغفر الله العظيم. الأمن السوداني الآن بيشرفوا على أجانب دي السيادة. دي السيادة يبقى أن إحنا إخواننا في ظل هذا الوضع البلد يكون فيها فراغ دستوري وبتم فيها جرائم خطيرة. من بيصدق الاتفاقيات دي؟ محكمة دستورية ما في، مجلس تشريعي ما في، مجرمين بيعقدوا اتفاقيات بتتعلق بمصير الشعوب السودانية، تتعلق بحقوق الشعوب السودانية والأجيال القادمة. من الذي فوضهم؟ حميتي يقرر في شأن السودان، برهان يقرر في شأن السودان، دحلان يقرر في شأن السودان، قرقاش يقرر في شأن السودان، عباس كامل يقرر في شأن السوداني، أسياس أفورقي إدريس دبي سلفاكير. ليه؟ وين انتو؟ ومن ديل يعني؟ هم منو يعني؟ ماسكين عليكم شنو؟ ديل أصبحوا يقرروا في الشأن السوداني. ودي الحقيقة المرة، يعني لازم ان احنا نفهم الحاصل علينا شنو. الآن انت أمنك بيقرروا فيه دول أجنبية، أمن أجنبي لدرجة العملة حقتك دي يا أخي خم وصر. جايب ليه حماية تيجار رئيس اللجنة الاقتصادية يا حمدو، وجايبينك انت اقتصادي، معناته انت جزء من المؤامرة، شريك أساسي، وظفتك الإنقاذ وسنتك الإنقاذ، خدت لنا شوية صعاليك عفوا في مكتب قاعدين سماسرة وتجار، شيخ خضر مستشار أكبر تاجر زبيرات شغال مع الإنقاذ دي، عارفينه أن إحنا حق المعرفة، جاي تقول لنا ده مستشار؟ انتوا بتستعبطوا على الشعب السوداني ولا بتستعبطوا على منو؟ لكن والله قسما بالله العظيم سلاسة انا حاقول لكم بمحاوركم، ارجو الشعب السوداني ده بمحاوركم وبعمالتكم دي كلها ارجو الشعب السوداني، وما تفتكر الحركات انها هي حتستطيع مع الشعب السوداني، لانها هي فشلت في انها تحقق نصر على نظام الانقاذ ولا على الجنجويد اللي بيدعوا انه كانوا بيعملوا لهم وبيسووا لهم وقادننا بالاراضي المحرره، الاراضي المحرره كذابين. يعني تحققوا نصر على الشعب السوداني؟ ما بتقدروا تحققوا نصر على الشعب السوداني، ولن تستطيعوا ان تخمدوا الشعب السوداني. الشعب السوداني ده صاحي وعزيز الشعب. انا دار اقول لكم الناس في الاحياء، اي كوس في الحله دي المرحله الغادمه، اي كوس في اي حي، ولجان الاحياء شغال على الارض ونظموا نفسهم عشان ما تقول لنا حاضنه. والشباب ده كفيل بيحمي وطنه وكفيل بيوقف الدوله دي على رجلينا، عشان ما تقعدوا تستهبلوا لنا المجرمين، تقولوا لنا ما في ميزانيه وحمايه تسرق في الذهب وديل يسرقوا في الذهب، على حركات على هنا شغالين تسرقوا وتعملوا في شركاتكم وبزنسكم. الشعب ده كفيل بأنه يربيكم، والشعب ده كفيل بأنه يسترد وطنه ويسترد وحدته اللي انتم ما عايزينها. وأكثر ناس حريصين على أنه تكون في نزاعات غبلية ما يسمى الحركات والقيادات، لأنه دي تجارة بالنسبة لهم. وهذه الأحزاب السياسية ما دايرين استقرار لهذا الشعب. عزيزي الشعب، عندك انت المقاومة كالآتي: حي ولجنة، حي لجنة، حي ثم محلية ثم محافظة ثم ولاية،
اي كوز، ودي المرحله القادمه ولجان الارض ما دايرين نقولهم، اي كوز يتم حصره مش هم عندهم سلطه، حميتي يشتغل بمزاجه، برهان يشتغل بمزاجه، كتيب الظل تشتغل بمزاجه، السلطات دي لازم ترجع للشعب السوداني، والرساله واضحه، السلطات دي لازم ترجع للشعب السوداني، بدل يقعدوا يذلونا بأجانب، الخايبين دي بيذلوا فينا احنا بأجانب، صباح الخير استاذة دينا، بيذلوا فينا بأجانب، لازم تفهموا يا جماعة أنه ما في عدالة، ما في عدالة. رئيسة القضاء جاي تبرر تقول لك حكم الإعدام للفاتح جبرة، طبعا فاتح جبرة كفيل بيعرف يرد لها كيف، محكمة دستورية دي مرة مستهبلة ولا شنو؟ زورة مستهبلة زي الإمعات اللي قاعدين في مجلس السيادة ديل، ناس محمد التعاشي والفقيوة وما عارف يسيما منما معاشة ونيكولا اللي هي كمان قاعدة جايبين لنا الكيزان، طبعا في مسيحيين كيزان، الكيزان ديل سلوك، ناس الأب فيليب ساوس ونبيل الأديب وغيره وغيره، ديل كلهم كيزان بما فيهم نيكولا دي، ديال كلهم شغالين بيخدموا في مشروع الكيزان لحد اللحظة، ما ضد الكيزان ونفس سلوك الكيزان، جايين بثورة جابوكم الثورة دي ما جاب شهيد من حزب، جابوا الشهداء من الشعب السوداني القبوج ديل، يا تحزب عنده شهيد كان ركب فوق راسنا، يا هم ناس المؤتمر الشعبي عندهم شهيد محمد الخير جابوا له العدالة، تاني جاد عدالة لمنو يا ابن الشعب السوداني، ناس كشة وغيرهم وشهداء سبتمبر 2013 داخلين السنة السابعة القتلوم الجنجويد، جابوا عدالة لمنو، وحتى العدالة جابوها لأحمد الخير دي ما حينفذوها، ما حيعدموا رجال الامن دين، انا وحده الاغتصاب ووحده التصفيات القاعده في جهاز الامن ما حيعدموه، كلام رئيس القضاء مردود على الغبيه دايره ترد يعني للفاتح جبره ورطت نفسها، حكم اعدام منتظر المحكمه الدستوريه معنات مسبقا كلام رئيسه القضاء ده انه يا اخوي ما في عداله ونعمات ما حتجيب عدالة، وأي قاضي ترقى في عهد الكيزان ما بيجيب عدالة، قلنا لكم ديل كلهم ما نافعين، شوتوهم برا عبدوا من الصفر، جيبوا الغضاء المفصولين. مجلس الغضاء الأعلى وما دي كلها أشياء وضعاه وعرقلوها ناس متعمدين، ابتسام سنهوري وساطع الحاج، يجب محاكمتهم، وتخلصوا من الدكتور تخلصوا من علي محمود حسنين، الأستاذ علي محمود حسنين القانون الضليع، قانون المحاسبات السياسية، هل الآن شركاء في مكتبه عندهم استعداد يطلعوا القانون ده؟ ناس معز حضرة عندكم استعداد وإنتوا أسع شايفين الفوضى، ناس كمال الجزولي الأساتذة الكبار، الفوضى والاستهبال بيحصل في محاكمة ناس البشير، هل دي محاكمة بتجيب عدالة؟ لماذا يعني ان احنا دايرين نعرف ليه القانون الخطاو علي محمود حسنين بتاع المحاسبات ده ليه اختفى؟ ليه ما نعرض ما نجيب السياسيين دول كلهم نحاكمهم محاكمه تاريخيه الاحياء منهم والاموات لانه ارتكبوا الجرائم دي هم اللي جابوا هم اللي شاركوا العسكر هم اللي دبروا الانقلابات يتحاسب أي محاسبات سياسية لازم نعرف من المخطئ كلهم مخطئين ولا زالوا يخطوا على رؤوس الأشهاد الصادق المهدي ثلاثة ثورات تود أن تسرقها يا أخي ثلاثة ثورات يقوم بها الشعب السوداني انت مدو يا أخي ومعاك الإمعاد ديل واتضح أنه بالمناسبة صادق المهدي هو القندراني والباقي ديل كلهم تريلا ده الشيء اللي اتضح لي انا كلهم جارين القطيه دي يحجوا فيها في حاجات غريبه يعني ابقى الشعب السوداني ده الاشياء كلها وضحت بالنسبه له ما في حاجه متسوسه ما في حاجه تانية بتمر عليه يعني كونه يمرر عليه اي شيء ده كلام انا اعتقد ما حيحصل
والآن أبشروا قاعدين تقولوا للشعب السوداني الحاضر السياسية للشعب جايب حاضنته جاي. أنا ببشركم الشعب السوداني جاي حاضنته منه فيه من لجان المقاومة دين، مش لجان، ولا يفرحوا بتاعنا الأحزاب اللي استقطبوا بعض لجان المقاومة المحزبين ولا المنظمات ولا رجال الأعمال السفلة شركاء الإنغاز اللي كانوا يا جماعة شغالين تحت إمرة الإنغاز والأبر بدوا يرشوا في بعض لجان الأحياء في بعض الولايات وعارفينهم بالنيم ورازنكم لجان المقاومة ذاته رازنكم. تفهموا الحاجة دي يعني دي رسالة للمحاور. انتوا بتخسروا أموال في سفلة، السفلة لا يسوى شيء عند الشعب السوداني ولن يستطيع أن يسلموكم هذا البلد. البلد ده بتستلموه إلا على جسس هذا الشعب، والشعب ده أقسم، والشعب ده انتوا عارفين قدره تماما. وأسأل جدودكم، أسألوا أسلافكم ليحدثونكم عن الشعب السوداني الحقيقي، مش الشعب السوداني المسخ. ده ما شعب سوداني، ده كل شعب سوداني مسخ. القاعد يلاقيكم ديل مسوخ الشعب السوداني والمهجنين، لكن ستعرفوا أبناء هذه الأرض تماما. أسألوا أسلافكم وأسألوا أجدادكم عشان يوروكم من هو الشعب السوداني عظيم الشعوب سيد شعوب الأرض. وأنتم تعلموا الكلام ده، شعب حليم، شعب كريم، شعب له أفضل عليكم جميعا، سواء كنتم بدو أو كنتم حضر، شعب السوداني له أفضل عليكم. كل الدول دي بما فيها الدول الأفريقية أفضل، الشعب السوداني ممتد لكم. الآن البكيدو للشعب السوداني والعمل معه سواء تشاد أو غيره، ويمكن تشادين تعلموا قيمة الشعب السوداني وشعب دارفور ده بتعرفوا السوداني الحقيقي ما مهجن. أنا بقوله بالواضح، اللي قعدوك يا إدريس ديبي في السلطة ديل ممكن هم يشيلوك. تفهم الكلام ده كويس. وكذلك السياسة فورقي، انت عارف الجبهة حقتك دي أساعدكم بنو الخطوك ديل ممكن يشيلوك. خلي جايين تتآمروا على هذا الشعب وعلى هذا الوطن اللي له أفضل عليكم. وكذلك الأشقاء، أنتم تعلموا قيمة الشعب السوداني وتعلموا شارككم الدماء منذ 48 إلى نصر 73 اللي بتفتخروا به دين الشعب السوداني له فيه القدح المعلق، وتعلموا الكلام ده جيدا. كذلك الإمارات والسعودية وغيرها تعلموا قيمة الشعب السوداني، وكل الدول دي تعلموا قيمة الشعب السوداني وتعرفوا الشعب السوداني الحقيقي هو شنو. سيبكم من المسخ ده، شعب السوداني النسخة الإنغازية دي ده ما في، ده ذاته حيتلغي، هيكون الشعب السوداني الحقيقي بتعرفوه تمام. أما العمل والخونة اللي سلموا، وبعدين في ناس حزب الأمة قالوا زعلانين، قالوا كيف ناس مروة يزغرتوا ويقولوا شوبش الحبيب حميتي، كيف يا زول انت كيف تتكلم؟ انت رئيسك رئيس الحزب والأسرة المالكة جو يستقبلوا حميتي، كيف ما يكون حبيب؟ وانت ما عارف ان حزب الأمة بيمثل الحاضنة السياسية لحميتي، يبقى انت قاعد في حزب الأمة بتعمل شنو؟ وما عارف الحزب الاتحادي الختمية الفرحانين استئناس الحزب الاتحادي بالديمقراطية بتاعتكم دي، ما عارفين ده كله كلام فارغ. مولانا ممكن بيجرد غلم يجي يمسح لكم، وما عارفين مولانا حيكون لكم الحاضنة السياسية للشيخ صلاح غوش، ولا الكلام ده كيف يعني؟ ما يزو جاي بحاضنته الكلام ده، انتوا بتفتكروا شنو يعني؟ فخلونا من المغارز والشغل اللي بيتم بين الاحزاب ديل، كلكم فشل ما نافعين. كان المغارز دي تكون مقبوله لما نكون وطن ذو قوه اقتصاديه ووطن ذو امكانيات وقوه صناعيه وزراعيه هائله. الشعب السوداني ما جعان، مشكله السودان بتتحل في سنتين، لكن لو لقت رجال دوله حقيقيين
مش شوية أرزغية، سنتين أكفل البلد دي، أوقف أي تعدين، أي تعدين لا أهلي لا حكومي أوقفه، أي تصدير ما داير، أي موارد تطلع من الدولة أكفل الدولة، ما داير أجيب أي حاجة برا السودان غير دواء، سنتين أغنى على الشعب السوداني، والسنتين دي هتنفع مراجعة جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها في عهد الإنقاذ وألقيها بالذات مع دول الجوار، بالذات مع دول الجوار. نزرع فتريت، الشعب السوداني ما بيتحمل سنتين يأكل فتريت أو كسرة، يتحمل ما يتحمل ليه؟ سنتين نزرع بس. أي عضوة المؤتمر الوطني دي يتم القبض على كلها، ما عندنا لهم سجون. حميت الكذاب قال لكم ما في سجون، أنا إحنا ما دارين نسجنهم، نزرع بهم بس، نزرع بهم ونشق بهم ترع، ده المفروض يحصل. لكن وين الرجال أولاد الرجال؟ وين أولاد المقنعة في الدولة دي؟ وين المسؤول الراجل اللي بيطلع بيقول؟ وين الحزب اللي عنده وطنية؟ لأنهم كلهم بينفذوا في أجندة ما يقدروا يصلحوا دولتهم. بالله دي ما مقسى السمسم تصدر مصر، تصدر مصر السمسم حقنا 200,000 طن، والسودان يصدر له 2000 ولا 200، والذين يصدروا 2000 لأنه المركز التجاري ضربوا الكيزان المعفنين القاعدين في القاهرة بتاعين الأمن بتاع الناس ده فوديو ناس حيدر البشر، الناس قاعدين يبنوا عمارات في مصر بيستثمروا في مصر، دمروا المركز التجاري السوداني والبنك الأهلي السوداني، يدمروا اقتصاد السودان لسعى على الاقتصاد المصري، والسفارة لسع قاعدة الكيزان قاعدين لسع في السفارة، الشعب السوداني رهين الآن لمصر بسبب هذه الدولة، وخلوا الاتجاه مفتوح لمصر بسبب مصر قبلكم. ديل وين ديل؟ تجي تقول لي دولة وأحزاب تصارع وتاريخ ملعون، أبو تاريخكم، تاريخكم لم يورثنا إلا الفشل والعجز، نضالكم لم يورثنا إلا الهزيمة والانكسار، يجي يقول لك والله فلان ده بناضل من سنده، يا أخي اتنعل أبو نضالكم، اتنعل أبو نضالكم، وينو نضالكم؟ جايين حركات مرتزقة مجرمة، جاية بأجندة بتاع الدول، جاية شرك، جايبين أجانب يقعدوا في اتفاقيات سلام يشاركون يعملوا لهم مسار، أوساخ العرب والأفارقة جايين يوطنون في السودان، وقاعدين انتوا تقولوا لي قيادات أحزاب وتقولوا لي وطنيين وشرف، شرف شنو يا أخ؟ شرف والأسد، أوساخ العرب وأوساخ الأفارقة جايين يقولوا وطن بديل في السودان، والسودانيين يتشردوا أسد البلد، وين الكلام بيحصل؟ لولا وجود هؤلاء الساسة العملاء والمندسين والمجرمين لهم الحق.